هذا وفي اخر ما يحكي اليوم 31 سبع 2017 هسه باذن الله تعالى طيب انا ما اعرف الشفاء باذن الله تعالى هذه كل الناس ارجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هسه نتكلم ويا اخويا باللغه الكوريه المباركه ما يعيش ابد نهائي هذا بنتنا هسه يصير شو اسمه استاذ؟ او بس حافظ بو يونا ولا يعني سناك ابد السلام عليكم سيدنا نبي تفسير نبي سيدنا نبي حكي كذا حكي متقاوم من دير اه من دير او ابد اخفنا ما يعيش ليش اخفنا يقول ابد ما يعيش هسه يتمشى نبي تفسير حكي كيري السلام عليكم عبد سعودينا نستفيد عليكم شكرا عبد ترسوكني ايه خبركم شوف ما يعيش هسه يتم باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدات والاولى ابد ما تستفيد منك شو اسمه نبي تفسير حكي كيري ابد وصافينا وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا باذن الله تعالى افتح فمك اخويا باذن الله يفضل بالكوار افتح فمك باذن الله تعالى احكي باذن الله تعالى احكي باذن الله تعالى يا الله يا الله يا الله خش فيهم ديخو بكو ديخو بكو يا الله يا ربي سيدا بقرا او دعاك قبلي ولا نار دي بيس رب العالمين ولا اونيا ليه قال اونيا يلا خش فيهم ديخو بكو ديجي استنى 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 يا الله يا الله يا الله ديخو شيء ديو برسكا ديجي ديخو من السمر يا الله ديجي زورا زورا ديخو شيء منو كده شيء ان شاء الله ديجي يا الله
ايش تعمل معي؟ دعاءك كبير وتشيب يو بس صبر هذي ليكو بكل ثاني اسمع رقم يا الله يا الله يا الله ليكو بنكا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي له الشفاء من نبي ولم يشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا مش كيما لك جديد لك قبل لك دعاء مهمة لك يا الله يا الله نادي شو نادي اشتر معي اللهم صل على محمد لك قبل لك بس بعد القرآن يجيب التأخير لك لك قبل لك بيجي يا الله يلا بس راجع صوتي كمل لي اللهم صل على سيدنا محمد لك قبل لك بسم الله نتي سيرك كذي خذ شباب وتقول يلا ماسك كذي كان يرجع خرج يلا ماسك بس الناس تكفي الله من أبو رب العالمين شباب لكن أستغفر الله بو قام من أبو هم قام شو هذا رب العالمين شباب لدي نك كذي نك كذي خش إنسان سيد كان أمر زي القرآن في الوضع لدي تعال سام شاكين الله مصلي على محمد لدي بآخر إيمان قريب أقول أمر زي القرآن هم شيء من لدي لدي خذ قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لدي تخوشة أبدا أخاف إذا نمابو ناقصه چه دلیک خوب نکار شادی دوباره برد برای خودی کاری خوش استان آش کاری با ایمان با خودی برا هشت دلار مام استان چه چی هستی نه ولله دستم حالی که تاس به معنی دست است است مام استان آو چی دیگه چه چی دیگه دیگه نه روز زمانی گیره با خود دستی کبیر خودی برا نه چه آذی سلام علیکم آره همسیر همسیر سینا دکتر شام که تدریس کرده من دکتر ای سری بود دکتر ای سری پاک زور باش دکتر زور شکر نه چی أبا سعودية أختي اليوم 15/3/2017 أختي دكتورة بالمستشفى معي في هسه في شاء الله دكتور نايكا دكتور عزيز أبا سعودية هسه كشاف اللي من زمان وكيف أشرح خوالي يعني مش المزاج أختي دكتورة بالمستشفى معي إذا صار تسع أيام ودوال قديم طبيبة بالمستشفى هسه إن شاء الله تبي اليوم 15/3/2017 مش المزاج دكتورة سعودية أبا لا أبوتي آه غزل أستا تعلم إن شاء الله يا رب إخويا ما نصلوا في دكتور في نايك في دكتور شاكي يا إخويا ما نصلوا في دكتور لوش هذا دكتور إخويا شوي الله أكبر ما ربنا على وجهنا ما ربنا على وجهنا تبوء قدور رب الملائكة ورسل الوجه الذي خلق وتقدر وصر بحوله وقتيل وتبارك الله في الخالق الله أكبر دكتور جامير أصبعني ما قلت هذا هذا قلت نجي دكتور خان بعد تيرا دم دخول دكتور جاب سنت القرآن سنت جوايا بخوشي دكتور خسر خانه دكتور شيخ هم في عيلة في الصلاة دكتور خان جل كوا طب شاكر القرآن سنت جوايا آه طب شاكر بسم الله ناو تيا خبي شو ده هيك عيب الدنيا زلنا لش الدنيا عيب الدنيا هيك عيب الدنيا بس زمان جيلا فعسي سوا لخسر خانه خود عند المان قاري سوا الدنيا إيش عيب إيش قدر نيتنا نازعني طب أبد يسخيز دم دخول دكتور خان يا ربي خلنا نسير كذا عزيز دكتور عزيز استا كتاب بنجز سيف لما قربان إيه خوار شن نزار خوار دم تاني تقول جيم خوار خوار مسلم خوار دكتور إنسان يبغى من شيخ ملا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض لهذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا دكتورة خان دفش أمي أمري يا الله الله أكبر الله أكبر دكتور جان ما قلت داش يا قيرة خوشيا قربان دكتور جان السلام عليكم قرباني بن بشاشاني ناو تسيا عزيز انت قريج خصبك برينو خوشيا يا داش يا خوشيا يا رب هم صلاتي لسفي غمي صلاتي صلي على سيدنا دكتور جان بس يا كتنان جان ماتي قربان باك شو بعد تصويرك على خوشيا اوش خلطي سليماني تعال زور بغي زكرة سليماني تطان خوشيا دكتور جان خوشا دكتور جان بانجليزي خصب خود صوره خوشا ام خلقك صبكا ايه طبينا بي طبيكي قوري عن بسكيا
thank you very much. You know five words? Yeah. Yeah, thank you very much. I can speak. Yeah. I was speechless yes. for 9 days. Thank you very much. Bohamujiham Sarkar, so you Bohamujiham Aladavito, Tokshaki Shlemani, Bohaman Shara Sarnaka, I saw the Shara Sakira, how to Lama Khmata. Thank you very much. I'm student of medical. Yeah, thank you very much. Yeah, yeah. Let's thank you for the Now I'm fine. I couldn't speak for nine days, but now I can speak. دكتور يقول أنا كنت ما أتكلم الآن الحين أتكلم اليوم 15/3/2017 now very very good the Islam is very basham but yes that's all told about Quran yes yeah. Quran Shifa Islam yeah oh the Islam Quran Shifa I believe it thank you very much I'm Muslim oh the Muslim and Quran is it's a religion for all humanity not just for Islam Allahu Akbar وشكرا لكم سباسي دكتور خان لكن كبير جزي بهم جامسة كده وقران جزيلا ما سيكون بس ما قليل يا الله واحد اثنين قل الله هل يصلي على النبي صلى الله صلى على محمد ليه كان جاي ماما من التخولة ما يسمع ما يسمع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وإذا مرضت فهو يشفين يا رب انت الشافي انت العظيم انت الجبار انت المتكبر انت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ايش ابن الدرجه تمام السلام يا طيب ان شاء الله انزل لي يلا بسم الله الرحمن يا الله اسمعينا الله اكبر علي صوتك قل يا الله واحد اثنين ثلاثه ماما ماما يلا جماعه كلنا خلينا نصلي على النبي اللهم صل على سيدنا كل واحد اثنين شو اسمك؟ الله اكبر الله مجموع زي قراني فيروز وصلى الله على سيدنا ماما ابو فاز ابو فاز الله اكبر الله هلا 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 ارجعوا يا العالم الى القران والسنه وصلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله قل الله واحد اثنين السلام عليكم ورحمه الله اول مره عبد ما يحكي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يا رب إخوان سامية يا ناس يقول شرع الله ما يشفي من الطفولة ما يأتي يا الله أنت الشافي وأنا السبب قل الله هل يصلي على النبي الله صلى على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر قل الله الله أكبر يا إسماعيل أتقوه إي والله والسلام لأنك يا أستاذ صراحة دي.